اليوم في هذا النشاط لنوصل رسالة إلى أبنائنا وبناتنا وإخواننا وشركائنا في هذا الوطن الجميل بأن طريق التعافي والسعادة ممكن، وهو بيدك أنت بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره. نوجه رسالة لك أنت بأنك تقدر وتقدر وتقدر. وزارة الصحة وياك وإخواننا في مركز الإدمان يدعمونك، ومؤسسات الدولة واقفة وياك. لكن إحنا اليوم حرصنا إن إحنا نوصل رسالة تعافي من خلال إعلاء صوت المتعافين من هذا المرض في دولة الكويت، إنهم قدروا وإن كذلك تقدر. فشكراً لكم إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي المتعافين على أنكم دفعتونا إن إحنا نكون اليوم في هذا المكان من أجل إيصال هذه الرسالة. والشكر لمعالي وزير الصحة لوجوده اليوم معانا على الرغم من انشغالاته الكثيرة، والشكر لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللي أخذ هذا المشروع ليكون مشروع الدولة ويدفع بكل مؤسسات الدولة أنها تتضافر من أجل حل هذه، إعطاء فرصة لمن وقع في هذه المشكلة لأن يبدأ حياة جديدة. آخر كلمة ودي أقولها قبل لا يعني نكمل مع فقرات هذا الماراثون، وهو نقول بأن اليوم في الكويت إحنا محتاجين إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تعود إلى الحياة، تعود تقدم دورها لتضع جميع مؤسسات الدولة كلها في إطار واحد من أجل الوصول إلى حل هذه المشكلة وإنهائها تماماً في دولة الكويت. شكراً لكم جميعاً.